كانت مصر وقتها قد بدأت تتعرف على روحها التي كادت أن تفقدها بسبب طول الاحتلال البريطاني الجاثم على أنفاسها منذ عام 1882. كانت ثورة 1919 في أوجها، وكان القمع البريطاني لها في ذروته، ومن آتون هذا الصراع بدأت تتبلور روح مصرية جديدة على أيدي مجموعة من الوطنيين المخلصين. إن تقدم الأوطان يأتي دائماً من أصحاب الرؤى والنظرة المستقبلية، وعلى رأس هؤلاء كان هناك وجه مصري هادئ الملامح يخفي وراءه تصوراً ثورياً لمستقبل مصر ورؤية خاصة لنهضتها. إنه أبو الاقتصاد المصري الحديث، طلعت باشا حرب. طلعت حرب ولد سنة 1867. طبعاً كانت مصر بعد محمد علي وبعد إبراهيم في الإشكاليات المالية اللي حصلت أيام إسماعيل وتوفيق وسعيد، واللي كانت انتهت يعني توغل أو توحش الأجانب داخل مصر. نستطيع أن نقول أن مصر كانت فقدت أي قدرة لها على الحركة إلا من خلال الأجانب، كانت مليئة بالبنوك الأجنبية من كل جنسيات، وكان الدول الأجنبية كلها تنظر إلى مصر على أنها مزرعة. القطن كان عنصر مهم جداً. لحظة من أصعب اللحظات في تاريخ مصر، هذا بالفعل هو الوصف الدقيق الذي يمكن إطلاقه على الأحوال السياسية والاقتصادية للمحروسة وقتها. عندما تخرج طلعت حرب من مدرسة الحقوق، كانت مصر تم وضعها تحت الاحتلال البريطاني منذ 7 سنوات. يعني هو تخرج سنة 1889، الاحتلال البريطاني كان سنة 1882، وده معناه إنه هو في شبابه شاهد مجد وانهيار وانكسار الثورة العرابية، ودي فترة كانت صعبة جدا في تاريخ الشعب المصري، والشعب كان في حالة يرسل الصناعة المصرية في الحضيض، وكانتش موجودة تقريبا في مصانع يعتد بها، والزراعة في يد كبار الإقطاعيين ومنهم. أما الجهاز المصرفي فكان في قبضة الأجانب. مصر استقبلت أو زاد فيها عدد الأجانب من 32 ألف سنة 1860 إلى 144 ألف سنة 1907. التجار الأجانب زادوا من 133 سنة 1891 إلى 2800 سنة 1917. فالحقيقة مصر كانت تحت يعني وطأة أجنبية شديدة، كان هناك يعني حماية أجنبية لكل الجنسيات الأجانب، لهم حصانة ولهم امتيازات لا ينطبق عليهم التشريعات المصرية ولا ينطبق عليهم القوانين المصرية، إلى أن نشأت الأحزاب اللي هي في إطار الحركة الوطنية. ولكن هذه الروح الوطنية المتصاعدة ظلت هائمة تبحث عن شخص يمتلك مواصفات خاصة جداً ليجسدها اقتصادياً ومالياً. صعد من الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل عماد الحياة المصرية إلى طبقة رأسمالية دون أن ينفصل عنها، ودون أن يعني إيه ينفصل عن تقاليده وعاداته. يعني من أجمل صفاته أنه ظل منتمي إلى العادات والتقاليد، إلى الجذور، وهو لا يقاطع التحديث. إذن هو صعد في مرحلة تحولات الثورة السياسية أو الثورة الوطنية، ثورة 19، أدرك أنها لا يمكن أن تتأثر وتتجذر إلا بالبعد الاقتصادي وأهمية البعد الاقتصادي. أنا أشرت لمقالات الزعيم مصطفى كامل في مدحه، لأنه أول مصري يدير شركات لليهود اللي كانوا دايماً قافلين الدائرة عليهم كعائلات، قبل أن ينتقل لتأسيس بنك مصر ويخوض معركته العظيمة، لأنه واجه تحديات بلا حدود وسخرية بلا حدود. كيف يستطيع أن يكون بنك الأمة، بنك كل المصريين؟ طلعت حرب كان أب وجد، بس الدور الأب الأغلب. شاءت الظروف أنه بناته 3 من 4 فقدوا أزواجهم في سن مبكرة جدا، وبالتالي البنات رجعوا بالأحفاد للإقامة في بيت الأسرة، فكان
لثلاثة من الأربع بنات، هو كان عنده أربع بنات تقريبا، بيقوم بدور الأب لهؤلاء الأحفاد. كشخص حياته الشخصية يمكن مش بعيدة عن حياته العامة، الميل لما هو شرقي مأكلا ومشربا، الاعتدال، كان ينام بدري ويصحى بدري، انه اجازته المفضلة انها تكون في الريف المصري، الحرص على انه الاولاد برضو التعليم اللغة العربية ده مهم، هوايات الاستماع كموسيقى هتبقى الموسيقى الشرقية. فهو فعلا كان في نوع من التوافق الشديد بينه بين عمله العام وطباعه الشخصية في منزله. شخصية طلعت حرب أنا في تقديري لها جوانب ثرية جدا نحتاج إليها أكثر ما نحتاج في هذه الأيام. إحنا دلوقتي الناس كلها عمالة بتقول هل إحنا دلوقتي مصر البنك الدولي بيحركنا ولا ما بيحركناش، والWTO واللي مش عارف التحالفات الدولية والعولمة، طب إحنا نقدر نعيش لوحدنا ولا عايزين رأس المال أجنبي. تقريبا الصورة مشابهة لما كان في أيام طلعت حرب، وطلعت حرب حلها بالجهود الوطنية المخلصة، وقال أنا هشغل مصريين، كل المتعلمين من مصر دول هشتغل في البنك، وكان يطلق عليهم جيش الخلاص الاقتصادي. كان طلعت حرب شخصية عامة تشارك في قضايا وطنها بالرأي والفكر، تشهد على ذلك كتاباته متعددة الاهتمامات، بدءا من كتابه الأشهر علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين، ووصولا لكتابه قناة السويس الذي كرسه للتصدي لمحاولات الاحتلال لتمديد امتياز قناة السويس. لما يجي الإنجليز سنة 1910 عايزين يكتبوا مذكرة يقنعوا الحكومة بأن هي من الخير لها أن هي تمد الامتياز لشركة قناة السويس 40 سنة أخرى بعد 1868، ويكتبوا يعني مذكرة فيها الأدلة والأسانيد، ويدعوا أن هم حريصين على مصلحة مصر حتى لا تنخفض الإيراد ولا تستطيع تسديد ديون. فيتصدى طلعت حرب لهذا المنطق المختل ويفسد أو يبطل هذا المشروع. والكتاب ده ما غفرلوش، الإنجليز لم يغفروا له هذا الكتاب، وظل ده أحد الأسباب في محاولة التخلص منه التي نجحت بإخراجه من البنك سنة 1939 بالفعل. إلا أن أكثر مؤلفات طلعت حرب إثارة للجدل كانت تلك التي تناول فيها قضايا المرأة، فقد رأى فيها البعض نزعة محافظة لا تلائم تقدمية فكره الذي كان دائما سابقا لعصره. لازم نقرأ مواقف الرائد طلعت حرب من خلال اللحظة التاريخية، من خلال الواقع الاجتماعي اللي عاشه، الظروف اللي جا منها، لأن ما نقدرش نقعد كده وننظر ونقول كان عدو المرأة. لا، هو الحقيقة دفاعه عن وضعية المرأة المصرية في هذا التوقيت دفاع عن عادات وتقاليد لا يريد أن يقتحمها التغريب والعادات والتقاليد الأجنبية. إذن تقدر تعتبر أن كان موقفه نوع من أيضا قضية الاستقلال. كتاب تحرير المرأة وتلاه كتاب آخر فصل الخطاب في تحرير المرأة كتبوا في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 وردا على كتابات قاسم أمين. نتذكر حاجتين، واحدة أنه الحجاب ككلمة في هذا الوقت كان لها مدلول آخر اللي هو السفور ووجود المرأة في البيت أو غيره، زائد أني طيب بغض النظر المكتوب أنا شفت بناته وعصرتهم وعيشتهم كلهم في بيته وبناته وأحفاده وحفيداته. لا، كانوا كمصريين محافظين، إنما يعني كانوا أبعد ما يكون أو يوصفوا على أنهم معتكفات في بيت ما بيخرجوش، يعني كانوا لهم دورهم الاجتماعي ويختلطوا بالناس وبيخرجوا وبيسافروا، وبالتالي تربية الأحفاد وأنا منهم على هذا السياق. فأنا أعتبر كونه محافظ ده يرجع إلى شرقيته. وتفاعلت كل هذه العوامل الشخصية والاقتصادية والسياسية سويا لتفرز لنا مشروعا كانت مصر في أشد الاحتياج إليه، هو بنك وطني مصري. ولكن كيف كان ميلاد هذه الفكرة؟ طلعت حرب ما كانش أول من نادى بإنشاء بنك وطني، زي ما هو نفسه شاهد بكده في كتابه، وفي بعض الدراسات ما كانش هو حتى أول من أحياها في القرن العشرين، لأنه البعض بيقول أنه اللي أحياها في القرن العشرين كان دعوة يوسف نحاس في المؤتمر الوطني المصري في 1911. طلعت حرب أول من صاغ فكرة تأسيس البنك صياغة
بشكل خلت الصياغة دي متوفرة في كتابه الضخم مشروع بنك الأمة أو بنك المصريين، علاج مصر الاقتصادي أو مشروع بنك الأمة أو بنك المصريين. نلاحظ هنا إيه؟ نلاحظ أن طلعت حرب كان عنده قدرة فزة على أنه يحول معرفته الفنية إلى رأي ويعبر عنه في المحافل العامة. مش أي صاحب معرفة فنية بيكون قادر على صياغتها وتقديمها للناس في المحافل العامة. ما اكتفاش بالمعرفة دي، وإنما كون معرفة تاريخية ممتدة. التثقيف الذاتي والتعرف على حركة التاريخ إيه؟ بيخليه يشوف طيار ممتد، يشوف البوصلة رايحة فين، يحدد انتمائه ويحدد دوره في الانتماء ده. كويس؟ فطلعت حرب امتلك القدرة انه ما يكونش مجرد تكنوقراطي، وانما يكون شخص عنده الحس التاريخي، عنده الثقافة التاريخية. فؤاد سلطان وعمر لطفي نادوا بانشاء بنك مصر لكن لم يستطيعوا ان يكملوا. وهنا لازم نشير الى ان طلعت حرب يعني كان يتميز بحاجة ربما لم توجد في اي شخص اخر وليس من السهل وجودها، انه كان يعني لديه الرؤية والمعرفة والتصور المستقبلي، وفي نفس الوقت لديه القدرة على التنفيذ العملي. طلعت حرب كتب الكتاب بتاعه علاج مصر الاقتصادي في 1911 ونشره في 1913. مع ذلك البنك توقفت الفكرة للدعوة إليه ولم يتأسس إلا في 1920. دلالة كده إيه؟ الفكرة فضلت كامنة خلال مرحلة الحرب وخلال الفترة اللي كان فيها يعني نوع من الخمول السياسي النسبي في مصر، ما نشطتش تاني إلا بعد 1919. هنا بقى نتنبه لحاجة معينة، إن طلعت حرب أدرك إن اللحظة مناسبة لتقديم فكرته. أعوام طويلة قضاها طلعت حرب مستهدفا غاية واحدة، إنشاء بنك مصر، بنك الأمة، بنك كل المصريين. كان يصر على أن كل رجال العاملين في البنك مصر يبقوا مصريين، مسلمين، مسيحيين، يهود، لكن لازم يبقى مصري، وكل الناس يشتغلوا فيه يبقوا مصريين، واللغة التي تستخدم فيها اللغة العربية. وهناك يعني إشارة إلى المستشار الإنجليزي لما في سنة 19 لما عرف أن طلعت حرب لا يزال متمسك بفكرة البنك فاستدعاه وقال له أنا عارف أنك أنت بتفكر في بنك مصر وأنت تفتكر أن البنوك دي سهلة، هل تعتقد أن المصريين عندهم القدرة على إدارة بنوك؟ فأنا أنصحك أن أنت يعني تستخدم يعني بعض من الأجانب لأن أنتوا كمصريين مش هتعرفوا. فرد عليه طلعت حرب وقال له أنا قررت أن يكون بنك مصري 100% ولا يدخل فيه إلا المصريين. ولكن كانت مهمة طلعت حرب الأولى هي أن يقنع المصريين، كل المصريين، بالمساهمة في بنكهم الوليد. ببص على المؤسسين لبنك مصر اللي دعاهم طلعت حرب، كانوا يضموا اليهودي والمسيحي والمسلم، كان يضموا الباشا والبي والأفنتي. رأس مال بنك مصر عند تأسيسه 80,000 جنيه، بس بهذا المبلغ المتواضع نجح أن يجمع فئات كثيرة جدا، بعضهم من أهل المدن وبعضهم من أعيان الريف. وأخيرا أصبح الحلم حقيقة وخطى طلعت حرب أولى خطوات نجاحه في تحديه. ففي 7 مايو عام 1920 أقيم احتفال كبير في دار الأوبرا الملكية، وكانت المناسبة التاريخية هي تأسيس بنك مصر. ولكن بنك مصر لم يكن مجرد بنك تجاري عادي تقتصر مهمته على إقراض المستثمرين، ولكنه أصبح المؤسس الحقيقي للصناعة الوطنية المصرية. فقد أسس البنك الوليد العديد من الشركات التي تعمل في كل مجالات الإنتاج والخدمات، وبذلك تحول بنك مصر إلى أول شركة قابضة عرفتها مصر. سر قدرة طلعت حرب على إقناع فئات عريضة من المجتمع ابتداء من الطبقات الشعبية ووصولا إلى الطبقات العليا يكمن في أنه هذا الرجل ليس مجرد مفكر اقتصادي، وإنما هو رجل مثقف ثقافة عريضة وله علاقات اجتماعية متشعبة.
ثم انه كأي صاحب رسالة كرس نفسه لهذه الرسالة، خد الموضوع جد، وكان بيشتغل كل يوم لمدة 15 ساعة، وقعد 5 سنوات لمدة 15 يعمل مجانا. أما المشروع الذي يدل إلى أي مدى كان طلعت حرب سابقا لعصره فهو شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فكانت هذه هي أول مرة تشهد مصر بل والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنشاء مدينة صناعية متكاملة. توجه طلعت حرب الوطني ونزعته الشرقية لم تمنعه عن التعاون مع الأجانب، لأنه ليس كل ما هو أجنبي سيء، بالعكس كان توجهه الاستفادة منهم على قدر الإمكان، وإن بقى القرار والمصلحة العليا في إيد المساهمين المصريين. هنجد مثلا أنه كان في بيبعت بعثات للتدريب في ألمانيا وأوروبا سواء على الغزل والنسيج أو في العمل السينمائي أو في النقل أو في غيره، كان يشارك في شركات بنك مصر مع أجانب ذوي خبرة لتدعيم موقف هذه الشركات. شركة مصر للطيران وإن كانت مصرية إنما شارك فيها إحدى شركات الطيران البريطانية، وذلك لأنه أسلوب كفء جدا لجلب الخبرات وضمان توافر المعرفة الفنية في عمل المصريين لم يألفوه من قبل. كان طلعت حرب صاحب رؤية مستقبلية ووعي كامل بمتطلبات التقدم والتطور في كافة المجالات، وكان البنك هو بوابة الدخول لمشروعات عملاقة لها الريادة في منطقة الشرق الأوسط، وكان مشروع إنشاء شركة طيران مصرية هو أحد الأهداف بعد ظهور الطائرات الأوروبية الزائرة للمنطقة، وبداية الاهتمام الرسمي بإرسال بعثات للتدريب على الطيران والملاحة الجوية. وقد تم تكليف طلعت حرب بمهمة تأسيس شركة الطيران، وفي شهر مايو عام 1932 صدر المرسوم الملكي لتكوين شركة طيران مصرية، أصبحت 7 شركة طيران في العالم في ذلك الوقت، وقد عملت تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية. وفي يوليو عام 1933 تم إقلاع أول رحلة إلى الإسكندرية ثم مرسى مطروح، وفي عام 1934 بدأ نشاط الشركة الدولي بالذهاب إلى مدينة القدس، ثم توسعت الخطوط إلى 7 مدن بالشرق الأوسط، وكانت أول شركة تهبط بالمدينة المنورة لخدمة الحجاج. لما تيجي تبص في التاريخ الاقتصادي المصري الحديث هتلاقي أن كل أصولها تعود إلى طلعت حرب. يكفي أن احنا نذكر بالمحلة الكبرى وصناعة النسيج، التأمين، قطاع التأمين نلاقي شركة مصر للتأمين، كل كلمة مصر تلاقيها بما في ذلك استوديو مصر وصناعة السينما. لم يكن في مصر صناعة خالص غير حرف، وحرف يدوية على مستوى محلي، سجاد، مصنوعات فخارية، مصنوعات كذا على مستوى إقليمي محلي. لم يحدث في مصر مشروع صناعي رأسي إنه من بذرة القطن، تزرع القطن وتاخد القطن تغزله وتنسجه وتعمله ملابس إلا مع شركة المحلة اللي هي عملها طلعت حرب. مصر للمناجم والمحاجر برضو ده كان طلعت حرب، كان يسعى طلعت حرب لأنه يعمل شركة للتنقيب عن المعادن والبترول في الدول العربية. رؤية طلعت حرب امتدت إلى خارج مصر، وأقام فرع البنك في لبنان اللي هو بنك مصر سوريا لبنان. فشلت هذه المحاولات تحت الضغوط الصهيونية لإقامة فرع في فلسطين في ذلك الوقت. وهكذا تحول بنك مصر وشركاته إلى مشروع قومي متكامل يضاهي مشروع محمد علي باشا من قبله. كيف أبني وطن من خلال بنك؟ هذه قصة طلعت حرب، الرائد طلعت حرب. كيف أبني وطن؟ ماذا يعني أن أبني وطن؟ ثقافة، موسيقى، سينما، مسرح، طيران، ملاحة، كل الأجنحة التي تحلق بوطن. لما طلعت حرب أسس بنك مصر سنة 20، وابتدت البنك يكون شركات مختلفة في اتجاهات مختلفة، فكر أن يعمل قسم سينما للدعاية لهذه الشركات، تعمل أفلام قصيرة. لما ابتدى بقى جد يبان أن في صناعة أفلام روائية طويلة في مصر،
وابتدى يوسف وهبي يدخل فيها، ابتدى عبد الوهاب يفكر ويعمل فيلم الوردة البيضاء. فكر على طول ان سنة 33 يبعت بعثات من مصر على انهم لما يرجعوا يكون الخطة بتاعت انشاء استوديو سينمائي مجهز، تكون ابتدى المبنى بتاعه، يكون خلص المبنى بس يرجعوا يشتغلوا، يبقى هم ده الجهاز الفني اللي هيقوم على اكتافه للاستوديو. وضع الحجر الاساسي لاستوديو مصر سنة 34، وكان خطة بتاعت حرب ان يكون مجهز على احدث نظام باحدث معدات. هم فكروا ان اذا البدايه هم يبتدوا بالسيده ام كلثوم، الاليسه ام كلثوم اياميها، بفيلم وداد. كانت الفكره انهم بداوا من سنه 35 لان كان البنا بقى بتاع الاستوديو جاهز، وكانت البعثات رجعت من بره، واضاف اليهم ثلاث حرب خبراء من الخارج، وخلى كل واحد من الاجانب اللي جايين دول بعقد قصير زي سنتين او حاجه زي كده، بحيث ان مجرد ما ينتهي عقده يبقى ما بيجددلوش ويحل محله بقى المصريين اللي هم حضروا البعثات. بدأ تصوير فيلم وداد في أغسطس سنة 35، يعني الافتتاح الرسمي للاستوديو تم في أكتوبر 35، وكان مدير الاستوديو في هذه الحالة هو أحمد سالم. دور استوديو مصر مش بس في إنتاج الفيلم الروائية الطويلة، الحقيقة ابتدى يعمل جريدة مصر الناطقة. أول ما بدأت كان بدأت على أنها مرة كل شهر، وبعد فترة بقت مرة كل أسبوع. فعلا جريدة مصر الناطقة بتسجل الأحداث المهمة اللي بتحصل في البلد، زائد أنه ابتدى حتى يعمل رسوم متحركة. يعني أن استوديو مصر كان له دور كبير جدا في صناعة السينما في مصر. بالرغم من وضوح الدافع الوطني وراء كل مشاريع بنك مصر، إلا أن حرب ظل دائما حريصا على أن يبتعد عن آتون الخلافات الحزبية حتى يضمن لمشروعه القومي الثبات والاستمرار. رفض العمل الحزبي ورأى أنه انتمى إلى حزب بناء مصر، إلى حزب أن يعمل ويبني ويصنع هذه السروح العظيمة التي مهما بيع سيظل الدرس وستتكرر التجربة بشروط مختلفة دون شك، لأن في هناك متغيرات. ورغم ابتعاد طلعت حرب عن آتون الصراعات الحزبية، إلا أن الأقدار شاءت أن تلعب تلك الصراعات دوراً خطيراً في إنهاء مسيرته المهنية الباهرة. ظروف استقالة طلعت حرب ظروف مأساوية جداً، لأنها بدأت في كانت لسه الحرب العالمية الثانية بتبدأ سنة 1939، وكان في شيء يذكرك بالأزمة المالية الحالية، وإن يكون هناك فروق أن الأزمة دي ألقت بظلالها على المجتمع الاقتصادي المصري. المسألة الثانية الصراعات السياسية والاحتلال البريطاني لم يكن مرحبا باستمرار بنك مصر كبنك وطني، وبالتالي ضغط على الحكومة المصرية من أجل وضع نهاية لهذا الحلم المصري العظيم. فتم فجأة بين يوم وليلة تم تكالب على سحب الودائع من البنك، بما في ذلك مصلحة البريد المصري، ودي مصلحة حكومية، هيئة حكومية، ويعني كان بالإمكان ان هم يقرضوا البنك ويقيلوه من عثرته ويساعدوه على الاستمرار، لكن هم رفضوا الا بعد ان يترك طلعت حرب. وكأنما حقق المستشار الإنجليزي ما كان يرجو ان يتحقق. ودع طلعت حرب بنك مصر، ولكن هل حظيت تجربته بالتقدير والتكريم الجدير بها؟ طلعت حرب رمز أجمع عليه المصريين بمختلف اتجاهاتهم السياسية والاقتصادية، وهو رجل أعمال نجح في أنه يحدث ثورة اقتصادية واجتماعية بمعايير زمنه. طلعت حرب يمكن المصري الوحيد اللي في جميع العهود والأنظمة السياسية تم تكريمه ووضعه في صدارة، يعني أيام الملكية طبعا كرم أنه أخذ درجة البشوية وكان يطلق عليه الزعيم الاقتصادي للأمة أثناء حياته. لما قامت الثورة مع كل التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اللي شهدته، إنما تسمية ميدان باسم طلعت حرب وعدة شوارع ووضع تمثال له كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. جه وقت الرئيس السادات مع اختلافه في يمكن في التوجه عن الرئيس عبد الناصر، انما جرى تكريمه مره اخرى
سنة 80 بمناسبة عيد الستين لإنشاء بنك مصر، ومنح قلادة النيل العظمى، ودي أعلى قلادة بتمنحها جمهورية مصر العربية. عشان بس ندرك يعني مدى ما قام به طلعت حرب، لو تخيلنا أن جمال عبد الناصر بدل ما كان ينضم للضباط الأحرار ويعمل يفكر في ثورة تقلب نظام الحكم ويقفز هو ورجاله على أعلى القمة ويبتدي ينفذ في المشروعات الوطنية اللي هو كان بينادي بها، لو نتصور أنه مثلا كان ابتدى يدخل في حزب سياسي أو يكون حزب سياسي ويدعو إليه وينمو هذا الحزب السياسي عبر مثلا 10 أو 15 سنة، ومن خلال هذا الحزب يصل إلى منصب رئيس وزراء أو رئيس حكومة في مصر، ومن خلال رئيس الحكومة يبدأ في تنفيذ المشروعات الاستقلالية الوطنية اللي هو عملها. هذا ما فعله طلعت حرب. طلعت حرب ما أمشي بثورة، لكن هو قام بأعمال تناظر بالضبط ما قامت به الثورة، ولكن قام بطرق شرعية. يعني كان يكتب المقالات ويذهب إلى الاجتماعات ويجتمع مع الأدباء ويشرح لهم الأفكار ويدافع عن مصر. درس صناعة النجاح رغم كل التحديات، درس أن قوة الوطن فيما يمتلك وليس فيما يستدين وليس في القروض، درس أن الرأسمالية لا تعني ألا تكون وطنية، درس أن الرأسمالية يجب أن تكون منتبهة لمصالح وطن ولصناعة وطن ولبناء وطن. ولكن هل يمكن بالفعل أن تنسى الأجيال القادمة طلعت حرب؟ وحتى إن نسيت أو تناست الرجل، فهل يمكن أن تنسى صنائع يده؟ أن تنسى عشرات الشركات التي ما زالت معظمها تضخ دماء الحياة في شرايين الاقتصاد المصري حتى اليوم؟